انا ازلاف محمد من العيون الشرقيه ديال وجده، من قبيله تحديين. في عمري 61 عام، عايش بوحدي في العيون. خدمت في بلديه مقاطعه سيد البرنوصي 12 عام، وفي جماعه بني خلف اللويزيه حدا المحمديه 13 عام، وبلديه العيون سيدي ملوك 5 سنين. وتقاعدت 2016 تقاعد نسبي. هنا غادي نهضر على اللي وقع ليا هذه 24 عام في شهر 11 عام 1996، ملي كنت خدام في جماعه بني خلف اللويزيه حدا المحمديه وساكن في المحمديه، وكنت كذلك طالب في السنه الثالثه اداب فرنسي في كليه الاداب في المحمديه. المهم في شهر 11 حوالي شهر 10 في شهر 11 1996 غادي نهبل وغادي نمشي وغادي نغيب 25 يوم. فين كنت؟ فين كنت؟ صحاب الصوت كانوا كيتصلوا بيا، كانوا دايني. غادي نهضر هنا غير على الليالي الاخرين ديالي مع صحاب الصوت. في الفيديو الاخر قلت باللي بعد ما تمشيت من سيدي يحيى الغرب حتى لواحد المدينه، يا سيدي قاسم يا سيدي سليمان، غادي يطيح الليل وغادي يولي عندي الصوت تما. كنت جاي للعيون على رجلي، بعد ما نزلني الكونترول في سيدي يحيى الغرب ركبت من الرباط في الليل باش نهرب من صحاب الصوت في الرباط من الرباط. المهم وصلت لديك المدينه مع الليل، ما زعمش ندخل المدينه، خرجت لواحد البلاصه فيها الخضره على اليمين ديال الطريق. تما جا عندي الصوت قال لي: سي محمد اجي معانا غادي نداويوك. نط تبعتهم وليت عاوتاني كنتيقهم. رجعوني للطريق، دازت واحد المرسيدس صفراء، قالوا لي: ها المرسيدس ديال بوسماحه تبعها. تبعتها واحد شويه مشات، قالوا لي: رجع. هذا بوسماحه انا ما عندي معاه حتى علاقه، غير هو كان خويا اللي كان خدام في المقاومه في الرباط، كان صاحبه وعرفته على طريق خويا، ما عرفتش علاش كيذكروا شي حد بحال هكا. المهم شويه قال لي الصوت: غادي تقطع الطريق، غادي تقطع الطريق لهيه، ولكن باش تقطع خصك دريه. اسير سير راه الدريه لهيه القدام. المهم طلعني الصوت مع واحد العقيبه في الديور الاولين ديال ديك المدينه، طلعني واحد شويه بقيت كنجري. قالوا لي: الله يرحم الوالدين. شويه بديت كنتصنت لواحد الكرويله ديال البغلوله ديال الحمار. قالوا لي: لا تصنت غير الماكن يعني للسيارات. طلعوني مع العقبه، دوروني على اليسار ديالي، هودوني لواحد الجهه فيها واحد داوني قدام واحد البلاكه ديال بوطاغاز، الشركه ديال بوطاغاز. تما ملي وصلوني قدام الشركه ديال بوطاغاز قالوا لي: اقرا ها الشركه، ها بوطاغاز اللي كتراسل معاها. في ذاك الوقت فعلا كنتراسل مع واحد الدريه في مدينه بعيده، وباها كانت عنده شركه ديال بوطاغاز. هودوني مع الحدوره، وصلنا واحد الجريده غير صغيوره، قالوا لي: ها البارك ديال وجده اللي كنتي تكتب به الرسائل ديالك. وتما كان واحد القادوس ديال واد الحار سامحين فيه، قالوا لي: ها القادوس اللي بتي فيه. وفعلا فاش كنت في هذه المده ديال الهبله ديال 1996 شهر 11 في سيدي في حي السلام في سلاك، تلقيت واحد القادوس تما في واحد الجريده، فرشت فيه الربيع ونعس فيه. المهم ردوني لجهه الطريق. شويه قال لي الصوت، حيت تاكدوا بلي راه تمكنوا مني ما غاديش نهرب ليهم، قالوا لي: واش شتي الكامبو حتى حاجه ما كانتش غادي تنجح لك في حياتك؟ الكامبو. وبديت نعاود معاهم حتى انا الكامبو. المهم رجعوني للطريق، طلع غادي رجعوني جيت باش نمشي جيت الغرب، ولكن هاش قالوا لي؟ قالوا لي: غادي تتبع الاوامر ديالنا وما تشوفش البلايك ديال الطريق. وداك الشيء اللي درت. وصلنا واحد القنطره، القنطره كانت يلاه صبات الشتاء، قالوا لي: انت ما دوش فوق الكودرون، دوز فوق مع الماء مع الجنب اليمين ديال 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 الواد فين كاين الماء. ديك الساعه انا لابس بلغة بيضاء في الرجل اليمنيه وصبات كحل في اليسريه، جمعتهم من حي سيدي موسى فاش كنت في سلا في هذا الوقت ديال الهبله. المهم دزت في الضايه ديال الماء في القلته ديال الماء وخرجت.
ملي خرجت قالوا لي ايوا قول لهم دابا ينشفوا على الصباط والبلغه، حيت في سلا فاش كانوا يجريو معايا جهه بوركراك واد بوركراك، كنت غير كنخرج من الضايا داك الوقت كانت كطيح الشتاء، غير كنخرج من الضايا من الكلتا كينشفوا رجليا في البلاصه، ولكن ها تمارا اللي غادي تبدا ديك الليله. غير تمشيت شويه قالوا لي داك الصباط وداك البلغاء خليهم تما تمشى بلحفه، الور غادي يتمشاو بيا ليله كامله بلحفه، مشاو غاديين بيا، مره يقولوا لي ضرب، مره يقولوا لي جري، مره هادي هادي. واحد اللحظه هاش قالوا لي قالوا لي ازرب محمد الحميمه راه تابعنا. هذا محمد الحميمه استاذ ديال اليوغا، كنت معاه شي شهوره في 94 و95، يعني فاش كنت تما كانوا معايا اصحاب الصوت. المهم بقينا غاديين شويه، قالوا لي غادي تمشي لقنيطره، غادي تمشي حدا لاكار، حدا لاكار كاين تما واحد التيلي بوتيك. قالوا لي اه ولكن ماشي حدا لاكار فين كاين صاحبك التيجاني. هذا التيجاني كان معايا في الحي الجامعي السويسي واحد في 79 80، كنا في شومبر وحده وكان صاحبي، وكنت مره مره نمشي معاه لقنيطره شي جوج مرات ولا ثلاثه، يعني كانوا معايا بعدا فاش كنت نقرا في كليه العلوم في الرباط ما بين 78 و 81 81 غادي نهبل تما في الرباط وغادي ندخل للسبيطار الراسي. المهم بقاو غاديين بيا شويه، غادي يقولوا لي خرج الحرف. خرجت على اليمين ديال على اليسار ديال، انا ما عارفش الطريق فين غادي، ولكن غد لي غادي نعرف بلي كنت غادي مع طريق تدير طنجه. قالوا لي خرج الحرف، خرجت على اليسار واحد الدوار ديال ديور ديال الطين، غير واحد الراجل هو اللي في الليل، دابا الليل، دابا الليل هو اللي كان يتمشى تما داير القب ولكن ما شافش فيا. المهم تمشيت واحد الواد كبير جاي من اليمن اليسار ديالي سد ليا الطريق، وصلت الواد شفت واحد الضو كيسني لهيه بعيد، انا صحاد لي صحاب الصوت كيسنيو ليا بالضو كيقول لي اقطع الواد. دخلت الواد، دخلت شويه ولكن ملي حسيت راسي بلي في الطلع بار ديالي هزيت يدي وشبرت في واحد الربيعه ولا شوك على الجلب ديال الطريق، ورجعت لي التوازن ديالي وقديت نرجع نخرج من الماء. واخا هكاك بقيت كنعوم على جنب الطريق على جنب الواد في الماء، ولكن تما جا الصوت قال لي خرج من الماء. خرجت من الماء تما حدا الواد، كاينه واحد كاين الغيس وكاين الجره ديال البقر. اش غادي يقول لي الصوت؟ قال لي الصوت رومبي، يعني نتمش نحبو على يديا وركابيا في ذاك الغيس، بقيت كنحبو. قال لي ولكن انت قلت ليهم بلي انت ما كتبقرش، يعني تمشى بحال البقره. هذا الهضره هذه قلت لها في ذاك جويه 1996 بالضبط مره واحده، هو اللي قلتها فيها وعاقل عليها، قلتها في البيرو ديال صحابي في جماعه بني خلف. ذاك الوقت كنت خدام في جماعه بني خلف حدا المحمديه وساكن في المحمديه، يعني ملي جبدوا لي هذه الهضره هذه بالضبط، يعني في ذاك البيرو ديال صحابي في الجامعه ديال بني خلف كان الميكروفون والكاميرا كيسجلوا. المهم انا جاوبت لهم على ذاك الرومبي، قلت لهم ولكن هذه خدمه، انا صحاد لي كيترينيو بيا كما كانوا يترينيو بيا واحد الليله من قبل في غابه المعموره في هذه المرحله ديال الهبله. المهم قالوا لي رجع للطريق، تمشيت شويه قالوا لي تشبح على ظهرك، تشبحت على ظهري قالوا لي بقى تما، ولكن شويه رجعوا قالوا لي وقف عاوتاني، تمشيت شويه قال لي ها انت غادي تغوت وتقول عاش الملك الحسن الثاني. بديت كنغوت ونقول عاش الحل، كيقولوا لي قولها بالجهد، وبديت عاوتاني عاش الملك الحسن الثاني بالجهد. رجعوني للطريق، داوني للجهه اليمنيه ديال الطريق راه باقي بالحفه، تما ديك الجهه حرشه فيها الحجر وداك الشيء، شويه تخرشات شي حاجه حدا واحد الشجره. قالوا لي انت ما تخاف من والو حيت قفز بالخوف، راه الحسن الثاني راضي عليك. المهم مشيت وشويه دزنا حدا واحد الدوار ديال شي ديور، تبعوني الكلاب، تبعوني الكلاب قالوا لي انت ما تخاف من والو راه الملك الحسن الثاني راضي عليك. المهم بقينا غاديين شويه، واحد اللحظه يعني ما عقلتش على الترتيب، واحد اللحظه جاني
جاني النفس في مصارني وقبل ما تنفس قالوا لي ما تنفسش. واحد اللحظه اخرى عيني ضراتني قبل ما نهز يدي باش نحكها قالوا لي ما تحكش عينيك. يعني الجسم ديالي كان كله في السكانير. وكما قلت من قبل في الفيديو الاخر هاد الهضره ديالنا في الخاطر ديالنا هنايا اللي كنقولوها هنايا في الكلمات هما كيكبروها وكيسمعوها. شويه بقينا غاديين جات مع جنب الطريق جات واحد السيتيرنا دايزه قالوا لي ها السيتيرنا اللي كنتي غتهرب فيها. حيت في غابات معموره كانوا داوني في واحد مع واحد الطريق تما في وسط الغابه ويمكن كدير الولجه وعكراش. وتما كان واحد الكاميون كبير من دوك ديال الفريجيدار ديال الخارج تما واقف. المهم دوزوني حدا الباب ديال الشيفور والشيفور وصاحبه واقفين في الشجر حدا مع جنب الطريق. فاش وصلت للباب ديال الكاميون قالوا لي اطلع هنا، ولكن معايا انا كنت ملونسي ما طلعتش ومشيت. هادشي علاش قالوا لي ها السيتيرنا اللي كنتي غتهرب فيها. شويه غاديين غاديين ديك الليله، الليله كامله شويه قالوا لي غتمشي عند اباها، غتمشي عند اباها راه تما السي حجلي هما كيتسناوك، غتمشي للمحمديه راهم تما، ولكن ما تمشيش عند عند البون بلون دا فين كاين الكومبينغ ديال اباها. اباها هو اللي كان واحد لا بيريود ديال جوج ديال الولايات في رئيس جماعه بني خلف فين كنت خدام. والسي حجلي هو اللي كان قايد تما بني خلف لمده 10 سنين، ولكن انا كنت تخاصمت معاهم ما بغيتش نمشي لجماعه المنصوريه نهار تقسمت بني خلف. والمهم انا قلت لهم واش نمشي عند اباها حدا البنك الشعبي، حيت في المحمديه اباها عنده في شارع الحسن الثاني واحد العماره فيها البنك الشعبي لتحت. المهم شويه جات واحد الطوموبيل ديال هولندا ملونسيا قالوا لي ها الطوموبيل غتمشي فيها. شويه دازت وقال لي اه دازت. عاودوا هاد لو تريك شحال من مره مع طوموبيلات اخرين وانا كنت كنتيق حيت كنت هبيل. المهم بقاو غاديين بيا غاديين بيا. واحد الوقت مع كنت دخلت الماء وداك الشيء بقيت كنقفقف بالبرد. قال لي ها انت غادي تشطح، يعني الشطحه ديال الوجاده بالكتاف تهز الكتاف وتشطح وتقول ديري مح وديري مح. وبقيت كنشطح وندري نقول ديري مح وديري مح. المهم بقاو غاديين بيا حتى صبح الحال. حتى بغى يصبح الحال تما بغى يصبح الحال بواحد النشاط كبير قالوا اصبح الحال هزوه هزوه. المهم بقينا غاديين حتى وصلنا واحد الكروازمه ديال الطريق. فاش وصلنا الكروازمه ديال الطريق انا كنتمشى على اليسار لقيت واحد الراجل تما متكي لابس جلابه ديال الميكا بيضاء فوق كسوتو. نار السيد جا عندي دار يدو فوق ظهري شاف في وجهي مزيان قال لي السي محمد وخلاني ندوز. فاش وصلت لذاك الكروازمه قالوا لي غادي تدور على اليسار. المهم درت على اليسار وتما هزيت عيني للبلاكا لقيت قنيطره، يعني الاخرى غدا لطنجة واللي مشي دوروني معها غدا القنيطره. المهم غادي نحبس هنا الفيديو باش ندير فيديو اخر لان ما بغاش يتشارجي ليا الفيديو الطويل في اليوتيوب.